مشاهدينا مرحبا بكم في برنامج اشنو قال زهرك اليوم. تبغيو تعرفوا اشنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. وغنبداو بك يا برج الجوزاء، كتقوم بخيارات صائبه وكتحصل على مبالغ ما كتوقعهاش، ومن حقك تفرح وتزرع الفرح في محيطك. حاول تستغل عطله نهايه الاسبوع وانطلق مع العائله للبحر ومارس السباحه. وفي حياتك الخاصه انتبه لمعاملتك مع الشريك، فهو كيتحمل منك الكثير وكيسكت، لكن هذا الامر ما غاديش يستمر بزاف وغترجع الطمانينه بيناتكم. ونمشيو عند برج الثور، هنيئا كتتغلب على عراقيل تفاقم وضعك المهني، ما غاديش تنهار امامها وغتلقى نفسك قادر على مواجهتها وتخلص من اهمالك المتمادي في ملاحقه اهم القضايا المهمه. وضعك الصحي المحرج والدقيق ما خاصوش يتراجع، لهذا سارع فورا الى الطبيب. اما عاطفيا غتلقى نفسك كتسمع الاراء الشريك وهي دائما كتكون في مصلحتك، وهذا غيبان ليك مع الوقت. وبالنسبه ليك يا برج الحمل، كتتخلص من بعض المشاكل البسيطه، وفي المقابل كتفتح امامك فرص محتمله لاسترجاع حق العوده الى الماضي باش تحاسب كل من اساء ليك. ولازم تخفف قدر الامكان من تناول اللحوم النيئه والسوشي لانها المسبب الاكبر للكوليسترول. وعاطفيا كتجدد العواطف وكتشتد الروابط وكتساعد ثقة الشريك وكتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه. نجيو لعند برج العذراء، هنيئا أنت مدعو إلى التحفظ ولو أن الفرص المهنية جديدة متاحة أمامك. أمور طارئة ممكن توقع وحدود ما كتخطرش على بالك، لكن أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات نفسية، لهذا كيجعلك كتعتقد أنه عندك أمراض خطيرة. وفي حياتك الخاصة كتطرأ تغييرات مفاجئة كطال وضعك العاطفي وكتحطك أمام مسؤوليات كبيرة ما غاديش تعجز على القيام بها، وكتبرهن للشريك أنك جبار أمام الصعوبات. ندوزو لعند برج الأسد، ممكن تفرض رأي أو تحقق رغبة مثل تعيين في منصب أو تحتل مركز أو ما شابه ذلك، فغتبرهن للجميع أن العلم سلاح الإنسان. ونصحك تبرد أعصابك على محيطك وخذ الأمور بروية. أما عاطفيا كن ناضج وخلي الأمور تمشي بهدوء وتكيف مع الأمر الواقع وما تقاومش، وكون مستوعب كل ما كيصدر من الحبيب من تصرفات. وناس برج السرطان، عندكم يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني. غادي تتلقى بزاف ديال الاتصالات اللي غتهنئك بنجاحك، لكن ممكن تكون عرضة للارتفاع المفاجئ في ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط. وفي حياتك الخاصة العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، لكن ما تفسحش المجال أمام المغردين والمنافقين لتعكيرها. أما برج القوس، ننصحك ما تبداش في مشروع جديد قبل ما تنهي التزاماتك تجاه مشروعك الحالي، لأن الأمر راهين بنجاحه. ونفذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، إلى حسيتي بالانزعاج راجع أخصائي تغذية. أما في حياتك العاطفية، ما تقدمش اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل لازم تتأنى أكثر. زهر برج العقرب كيقول ممكن تقلق بشأن وضع طارئ، ننصحك ما توقعش عقد وما تسافرش، وكن واعي بكل ما كيدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك كيخططوا الأمر خطير. وكيف ما كتحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضا عند الطبيب مختص. وعاطفيا غتوصلك أخبار زوينة وتطورات زاهرة، غادي تخوض غمار علاقة فريدة من نوعها، وغادي تعرف تطور غيفرحك ويريحك. وبرج الميزان اليوم، تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهم بزاف، غادي يوفر ليك الكثير من الجهود الغير ضرورية وتقديم تبريرات اللي ممكن ما تنفعكش. العقبات الصغيرة ما غاديش تشكل عائق أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية. وفي حياتك الخاصة ممكن تكون بعض التفاصيل المرحلة المقبلة سببا في تحسين علاقتك بالشريك، فحاول تتغاضى على التفاصيل الصغيرة. وصلنا لبرج الحوت، كتراجع الحدود وغادي تضطر إلى التكيف مع ظروف جيدة. تطورات حياتك المهنية كتطلب الكثير من الحرص، ولازم تقوم بالتمارين الصباحية فهي مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه. أما عاطفيا كتبادر للانطلاق بحيوية كبيرة، وغادي تسعى للإمساك بزمام الأمور وغتشعر بأنك مسيطر على الأوضاع. وبرج الدلو، الآن كتتخلص من بعض خيبات الأمل وغتكون قادر على الخوض مجددا والمضي قدما في إنجاز ما خططت له، لكن ما تجازفش بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى. وفي حياتك العاطفية الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن ردة فعله غتكون مكلفة. ونختم بيك يا برج الجدي، كتحاول تنهي مهمة كتشكل عائق بالنسبة لك باش تنطلق بمشروع جديد مهم بزاف، كتبرهن من خلاله ما انت عليه في الواقع. ولازم تخفف قدر الامكان من تناول المشروبات الغازية، ولا سيما خلال تناولك الطعام.
وعاطفيا كتنتابك شكوك تجاه الحبيب وكتشعر انه غامض بينما الحقيقه انت اللي غامض. مشاهدينا وصلنا لنهايه برنامج اشنو قال زهرك اليوم. الا بغيتوا تعرفوا شنو غيقول زهركم غدا نتلاقاو في نفس الموعد على قناتكم شوف تيفي.